اصدقائي الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم بحلقه جديده من يوميات سبتاوي على قناه خوذتي. الوقايه خير من العلاج. في الفتره الاخيره كنت الكلام على موضوع الفيروسات المعديه وكيفيه السيطره عليها، وخصوصا اللي ما يتسمى اللي اسمه كورونا. انا من وجهه نظري الشخصيه ان موضوع الوقايه والتوعيه هم اللي لهم الكلمه النهائيه في الموضوع دوت. ازاي؟ ان احنا عارفين ان موضوع العدوى بينتقل من شخص لاخر في التجمعات، يعني في الاماكن العامه، مواصلات عامه، بعض السلوكيات بتاعتنا داخل الاماكن ديت هو اللي بيزيد من درجة الإصابة أو من نسبة الإصابة أو يقللها. هديكم بعض الأمثلة، مثلا استخدامنا للأسانسير، ضغط على زوار أحوال كتير بيتطلب الأمر إن أنا أستخدم الأسانسير، وعشان أستدعي الأسانسير لابد إن أنا أضغط على الزرار دوت عشان أستدعي الأسانسير، وده واحدة من الوسائل إن هي بتساعد أو تساهم في انتقال وانتشار العدوى. السلم الكهربائي بنحط إيدينا يمين أو شمال، العربات التسوق نفس الموضوع، الحمامات العامة اللي احنا بندخل نستخدمها، الأوقات بتاعت الابواب، الكلام ده لابد ان احنا نكون عندنا الوعي الكافي بيه، ويتوجد آلية ان احنا نقلل استخدامنا او ان يكون في تلامس مباشر ما بيننا وما بين الحاجات ديت. بقدر الامكان موضوع التلامس دوت، وان اضطريت ان انا يعني يحصل لابد يكون معاك عبوه زيادات معقم يدين تستخدمها بعد كل نشاط من الانشطه اللي احنا شفناها في الفيديو. طيب اعتقد ان الموضوع يستاهل مننا اعاده التفكير، وان احنا نوجد اليه معينه لرفع مستوى التوعيه الشخصيه لزياده درجه الوقايه ضد الامراض المعديه ديت، بعيده عن الكلام الكتير، وان احنا ناخد بعض الحلول من مصادر غير معتمده وغير موثوق فيها. تحياتي والى اللقاء.